الجدل مستمر حول التشكيك بإنجاز السباح نجيب بالهادي، وتصريحات جديدة للأخير تعد بتوثيق أدلته وبتحد آخر قريبا. لا تزال موجة ترند تويتر المشككة بإنجاز السباح نجيب بالهادي مستمرة بعد أن طرحته وزارة الشباب والرياضة كبطل رياضي عالمي. احتفلت الوزارة ببلهادي بعد اجتيازه 150 كيلومترا سباحة متواصلة استمرت نحو 64 ساعة في مياه البحر المتوسط من جزيرة بانتاليريا الإيطالية إلى ساحل ياسمين الحمامات في تونس، وهو رقم قياسي. إلا أن مستخدمو منصات التواصل شككوا بصحة هذا الإنجاز، وبينهم السباح التونسي الأولمبي أسامة الملولي الذي وصف الحدث بأكبر كذبة في تاريخ الرياضة التونسية وبوصمة العار. وعليه قررت وزارة الشباب إعادة النظر في الأمر، مؤكدة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أنها ستتولى التحقيق في كافة التفاصيل والمعطيات لدى الجهات المعنية لإفادة الرأي العام. المغردون من جهتهم لم يتوقفوا عن النقد، بل اعتبروا أن الوزارة ما كانت لتخطو هذه الخطوة لولا انتفاضهم ضد احتفالها بأمر تجهل تفاصيله. وفي السياق ذكرت بعض الحسابات المشككة أن سرعة بلهادي في السباحة غير كافية لتحقيقه هذا الإنجاز، ولفت آخرون إلى أن أبطال العالم يجدون مشاكل في ماراثون 10 كيلومترات وتصبح أقدامهم كالإسفنجة بعدها، ويصعب عليهم السير على اليابسة مباشرة عند وصولهم. إلا أن السباح التونسي أوضح أن حالة الطقس ساعدته في رحلته، وردا على التشكيك قال أنه سيتم إصدار فيلم عما قريب يوثق رحلته البحرية، لافتا إلى تحدي سباحة جديد سيجتازه بين تونس وفرنسا.